راس الفطرة بتباع تبات أكيد هتبات. مرحب أعزائي المشاهدين، ورجعنا مع الجزء الثاني، وهنبتدي بقى نجمع المبينة مع القلب اللي بينقل الحركة من المبينة للدراع الأركت، وهنبتدي نجمع السلك بتاعه والشربون ونقفل المبينة، وبعد كده هنحط الشحم. بعد كده هنجيب بقى ونحط الشحم،
سمي الله كده. اسمع بقى صوت الزنة اللي كانت في الأول والزنة دلوقتي، مش هتلاقوا فيه زنة اللي هي التكتكة إن الحديد بياكل في بعض. بس يا إخواني كده وصلنا لنهاية الفيديو، ونلتقي إن شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.